خلاص واحد صاشي الفاني فاني بيضة، بيضة، جوج مع الكبار ديال الزيت، جوج مع الكبار زيت، خمارة ديال الحلوة، خمارة ديال الحلوة، وواحد طريف يعني طريف صغير ديال خميرة ديال الخبز، قبصة الملح، ماشي قبصة كاع ولكن ملح نيت. ملحة، ملحة نيت فوالا، شوية ديال المليحة، صافي كنجمعوهم بالماء، واحد معلقة سايدة معلقة كبيرة ديال صغيرة السنيدة، صغيرة صغيرة حبيبتي، معلقة صغيرة ديال السنيدة، إيه ما بارد إيه صافي نجمعو. كتجمع إيه ملي كنديرو الخمارة كنديرو الماء بارد ياك، بطبيعة الحال ويتجمعو بالماء بارد، ما نسينا والو، زيت، بيضة، فاني، فورس، خمارة، مليحة، سنيدة، وتجيبها بالماء بارد. صافي أها إيه هذيك مرتاحو شحال؟ غادي يرتاحوا مدة ديال واحد 10 دقائق أيوة صافي، وكناخد ما كيطلعوش هما خفاف، كيطلعوا شوية بين وبين حيت عجينتهم كيخصها تدار في ديك الآلة اللي هي ديال اللي دابا ما باش كايناش تدوز آلة، السوفل. غنديرهم في الدار. هو راه عندك هذيك الماكينة ديال اللي كانت كدير كتضرب اليد، راه هي هذيك عرفتيها؟ عرفتيهاش؟ اللي كانت كدير الحلوة، ديك الطويلة اللي كنغطسوها بالشكاط من هنا ومن هنا، هذيك هذيك كتحولها البوق ديالها، كدير لها بوق اخر كتلويها. دابا راه ضروري خصنا ديك الآلة، وباش لازم غندير نديرها في خرينجو، الدار. وباش غندير خرينجو بيدينا كي اللي كيدير له بيديه تيدير ليه هكا. ياك دوارات ونديرو ما يخرجش، نديرو دمالج ما يخرجش ياك استعداتنا والله الا ما كيخ ما فرشتيها شفتها وصافي. دابا هذيك ما تصدق، لا ماشي خرين كداك الشبنج شي حلوه اخرى. عرفتي شنو هي؟ راه بوق، كتعرفي بوق عادي، بوق البوق اي البوق، خد المي كتكون قاصحه، مي كتكون قاصحه شويه، داك الميكا الثقيله ولا البوش داك اللي كنديرو به الحلواني، جايبي الحلواني ولا ميكا، تقبيها من القنص ديالها وديري فيها البوق، وديري العجينه وبدي تخرجيها من البوق صافي. الا ما عندكش الاله وخاصها تكون خفيفه شويه، لا خاصها تكون خفيفه شويه، شنو قلت لك انا؟ خاصها تطلع تكون شويه خفيفه بين وبين، ماشي خفيفه بزاف نو، شويه يكون العجين، عرفتي علاش؟ بحال حلوة البوق، بحال اللي كنديرو حلوة البوق دغيا كتخرج سوبل بزاف، بحال هذيك خاصها تكون يرتاح 10 دقائق ونديرو في جيب الحلواني ونخرجو دوائر ونقليه في حمام في زيت، حمام زيت غير نحطو ياك ونعاود نقلبو. لا هو كان حمام زيت نقلبو دغيا ماشي مشكل.